اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده لا فراخ ولا لحمه ولا سمك. احنا شبعنا لحمه وشبعنا طبعا لحمه العيد فته رقاق باللحمه. شفنا طبعا اطباق مختلفه في شهر في العيد واجازه العيد، ولكن عايز انوع عن حاجه مهمه جدا، برامج الطبخ كلها لحمه في العيد، فاحنا حبينا النهارده نخلينا نطلع من جو اللحمه ويبقى الاكل بتاعنا صحي، بما النهارده يوم الحد وموعدنا مع كل يوم حد من كل اسبوع اكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الصحاء والوقايه خير من العلاج. انا معايا تشكيله من الخضار، فيها سبانخ، فيها جزر، فيها كوسه، فيها بطاطس، عايز اعملها فكره جديده اللي هو الخضار السوتيه بالكينوا. الكينوا دي طبعا دكاتره التغذيه دايما بينصحوا بيها لانها بروتين امن، فتعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي مع خضار سوتيه وياخد الفليفر والطعم اللطيف الجميل اللي احنا هنشوفه مع بعض. معانا كمان سلطه النهارده، سلطه لطيفه، سلطه الخس او السيزر سلطة بالتفاح الاخضر. كلنا عارفين التفاح الاخضر قيمه غذائيه عاليه جدا بما فيه طبعا من الياف وطبعا وقيمه للقلب كمان. تعالوا نعمله النهارده مع خل التفاح مع زيت زيتون وعصير ليمون ونقدمه بطريقه جديده. نيجي للايس كريم. ايس كريم في الصيف احنا بدانا طبعا كل يوم بنعمل نوع من انواع الايس كريم، ومطلوب ان احنا نعمل ايس كريم بالشوكولاته النهارده من خلال السوشيال ميديا. بتابع مع حضراتكم انا ما تقلقوش، فعرفت ان حضراتكم عايزين تعرفوا نعمل الايس كريم بالشوكولاته ازاي. معانا الشوكولاته نوعين، معانا الكاكاو ومعانا الشوكولاته خام. تعالوا نشوفوا نعمل كمان الايس كريم بالشوكولاته بطريقه بسيطه وسهله لكل المبتدئين في المطبخ. تقدر تعمل الايس كريم، انا مش عايز اطول على حضراتكم لان طبعا خارجين من العيد. كل عام وحضراتكم بخير، وبالتاكيد مطبخنا كان مليان لحمه وعايزين نعمل عمليه هندبه بقى للثلاجه والديب فريزر والحاجات اللطيفه، شويه لحمه مفرومين، شويه رواق، الحاجات دي كلها. تعالوا النهارده المطبخ صحي، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي فكره تقديم الخضار السوتيه بطريقه جديده. دايما بنشوف الخضار السوتيه مع لحمه مشويه، مع صدور فراخ مشويه، مع بيكاتا، دايما بيكون تابع. تعالوا شوفوا نخليه طبق النهارده هو البطل بتاع الفيلم او المسلسل من الاخر، اما هو دايما بيكون مساعد للبطل. يعني فراخ مشويه جنبها خضار سوتيه، لحمه مشويه جنبها خضار سوتيه، معانا كوسه، المقادير على الشاشه، ومعانا سبانخ ودي جديده على فكره، وكمان بطاطس وكينوا وتومه، فصين توم لطاف، مع معلقتين من زيت الزيتون والبهارات بتاعتنا، شويه ملح وشويه فلفل، مش اكتر من كده. ولكن في سلق الخضار السوتيه لازم يكون فيه شويه خبره طهويه، نحافظ على شكل الخضار السوتيه باشكاله الحلوه. الكوسه يبقى لونها اخضر والسبانخ لونها اخضر، البطاطس ما تتهريش مننا، الحاجات دي كلها لازم نشوفها مع بعض. المقادير شفناها على الشاشه مع بعض من خير ارضنا، كوسه، جزر، سبانخ، بطاطس، كينوا، دي موجوده في اي سوبر ماركت. على فكره سعرها في متناول الجميع، كانت غاليه الاول دلوقتي رخيصه. بقينا نزرعها هنا، ومعانا طبعا الملح والفلفل وحاجات لطيفه وجميله. تعالوا نبدا نشتغل، نقطع البطاطس الاول كده. فكره تقطيع الخضار السوتيه مختلفه بقى، البعض بيقطعه باشكال مختلفه، والبعض ممكن يقطعه كيوبس يعني مكعبات حسب الرغبه. انا خلينا اقطعها بشكل حلو كده. وانت بتشتري الخضار السوتيه لازم تحط في الاعتبار انك هتعملي خضار سوتيه، دي البطاطس مثلا بالشكل ده كده. على فكرة الخضار السوتيه أليافه حلوة، مفيد جدا للجهاز الهضمي وللقولون. أي مشاكل صحية خليكي مع الخضار السوتيه، ويفضل يكون من غير ملح، ملح قليل يعني. خارجين من العيد، كل عام وحضراتكم بخير، أكيد التلاجة بتلاقي فيها بواقي لحمة، شوية لحمة مفرومين هنا في حتة دي مثلا في التلاجة، عندنا مثلا شويه شوربه لحمه. لازم تعملي هندبه للتلاجه كلها، ما بفرضش عليك تعملي اكل صحي النهارده، ولكن انا بديكي افكار والقرار قرارك في الاخر. ولكن ما تخليش حاجه في التلاجه، ده المطلوب يعني. ادي الكوسه بالشكل ده كده برضو اهو. ابدأي شوفي التلاجة فيها ايه، طلعيها، تقدر تكوني من الأكلات اللي موجودة في التلاجة أو الحاجات اللي موجودة فيها أصناف تانية خالص. يعني عندك شوية لحمة مفرومين في التلاجة، هتطلعيهم تعملوهم فطاير، تعملوهم مع شوية مكرونة سباكيتي مع صوص بلونيز كده، دي المسمى بتاعها.
ادي الكوسه كمان قطعت بالشكل ده كده. طبعا ماء السلق هنا فيه شويه ملح، دي الكوسه بالشكل ده كده تنزل هنا كمان مع البطاطس. حلو، عندنا جزر برضو بالشكل الطولي ده كده. على فكرة الجزر من الحاجات الجميلة اللي فيه ان هو في طعم السكريات، وان شاء الله تنتظروا مننا نعمل ايس كريم بالجزر وحقوق الطبع لدينا وبس. ايس كريم جزر يا شيف. بالشكل ده كده فلة، ممكن نحط له شوية حبهان يبقى ايس كريم بالجزر والحبهان، ده كله فليفر وطعم زي الايس كريم بالمستيكة مثلا. حد كان يصدق ان احنا نعمل الايس كريم جزر؟ الجزر نفس القصة، يتقطع بالشكل ده كده. حلو قوي، ده خلاص كده تمام. اما السبانخ لنا كلام معاها، مش هتنزل طبعا مع الخضار. طاسة على النار، الطاسة دي فيها معلقتين من زيت الزيتون. حلو، مع تومة صغيرة كده، فص توم صغير مش هنزل بيه دلوقتي اهوت زي الفل. وعندي السبانخ الورقية الجميلة الحلوة دي كده، أبص عليها تتنقى حلو، تتغسل وهي ورق زي ما هي كده. ننزل بفص توم حلو كده سريعا أهو، قبل ما ياخد لون ننزل بالسبانخ بتاعتنا. اللهم صل على النبي. ادي السبانخ جاهزه، شفت لون السبانخ وخضرها؟ خلص السبانخ بالشكل ده كده، شويه الفلفل التمام. ده للسبانخ، ملح، لطافه اهو، تقليبه حلوه. خضار السوتيه السبانخ خلص. ادي السبانخ بتاعتنا بنخليها على جنب، ما بتاخدش وقت كبير على فكره دي، عشان كده دي ما تنزلش مع الخضار. نخليها على جنب كده ونجيب طبق التقديم الحلو ده كده. الله، على فكره السبانخ من الحاجات اللطيفه اللي ممكن تعمليها طبق مقبلات. السبانخ جاهزه، بنرص جنبيها بقى البطاطس، رص جنبيها الكوسه، الجزر، كل ده. ادي السبانخ كده خالصه زي الفل. اخبار الخضار ايه؟ تمام. تعالوا مع بعض بقى نعمل ايه دلوقتي؟ نجهز الايس كريم بتاعنا، لان الايس كريم بالشوكولا مختلف شويه غير الفواكه. معانا ماء مغلي على النار، بنعمل حمام ميه كده للشوكولاته بتاعتنا. شوكولاته خام موجوده بنحطها في حمام ميه، تبدا تسيح واحنا شغالين مع بعض. ده المطبخ، انك تشتغلي في كل حاجه، تستغلي وقفتك في المطبخ. لما تجيبي الشوكولاته عايزه تعملي تورتايه حلوه، عايزه تعملي كيكه حلوه، عايزه تعملي مهلبيه بالشوكولاته، تسيح ازاي؟ حمام ميه، بتجيبي مصفه صغيره وحله فيها ميه، تبداي تسيحي الشوكولاته. دي طريقه سريعه، تحطي معاها مكعب من الزبده اذا انت حابه، شوية حليب برضو إذا أنت حابة. حلو أوي، تبدأ تسيح والشوكولاتة ساحت، مكعب معاها زبدة ونسيبها تسيح كده بطريقة سهلة وبسيطة. شوية حليب صغيرين، بقت شوكولاتة عندك صوص شوكولاتة. عاملة عجينة كريب، بتحطي عامله تورتايه حلوه وعايزه تزينها بالشوكولاته، بتحطي. فكره تسيح الشوكولاته برضو اتسالنا على السوشيال ميديا ازاي بتتعمل يا عم الشيف، بنفس الطريقه اللي انا شغال بيها دي كده. حمام ميه سخن، بنحط فيه الشوكولاته الخام اللي بتشتريها من اي سوبر ماركت موجوده اهي، بتبداي تسيحيها كده. خلاص ما بتاخدش وقت، استخدميها في حاجات كتيرة بقى. زيني بقى كيكة، زيني بقى شوكولاتة، كب كيك عملتيه للأولاد، هنستخدمها دلوقتي في الأيس كريم بتاعنا.
ساحت بسرعه ازاي؟ ده شويه حليب عليها، هتاخد الحليب المركز دلوقتي وتاخد الكريم شانتيه، بقى معانا ايس كريم لطيف بالشوكولا مش هتلاقيه في اي مكان تاني غير عندك انت وبس. شفت الشوكولاته ساحت ازاي بسرعه يا شفي؟ واللون اللون الاسود ده طبعا شوكولاته خام، بيبقى فيها نسبه الدهون قليله، نسبه السكريات قليله، في بيبقى منها اللون الفاتح زي ما انت عايزه حسب ما انت حابه. خدت قوام ازاي؟ استغلت وقفتك في المطبخ، عملت حلو للاولاد ايس كريم، وعملت خضار سوتيه. وجبتنا على الغدا النهارده والمنيو بتاعنا على الغدا النهارده بالكينوا، هنقدم معاها السيزر سلطه دلوقتي اللي هو الخاص مع توست مع خل التفاح والتفاح، حابه تحط انشوجه اهلا وسهلا، حابه تحط صدر فرخه مشوي اهلا وسهلا. ساحه الشوكولاته اهي، طريقه سهله خالص سريعه للناس اللي بتسال ازاي الشوكولاته تسيح معانا من غير ما تنشف من غير ما تجلد. بنتسال بقى يا شيف مغازي، بنروح على بعض المحلات بنلاقي الشوكولاته دي لها قوام لطيف وحلو، بيجي منين؟ مكعب الزبده اللي انا حطيته وشويه الحليب. مش هتجمد منك، هتنها طريه زي ما هي كده، انما لو سيحتيها من غير حليب ولا زبده بمجرد ما تبرد هترجع تاني كلكيعه. بص على القوام ده كده مخرجنا الجميل. ادي الشوكولاته اهي وانا واقف معاكم اهي. الله، هاتي بقى كب كيك وحطها عليها، هاتي تورتايه حلوه وحطها عليها، هنستخدمها دلوقتي في الايس كريم. بس لازم تبرد شويه. فكره تسييح الشوكولاته بطريقه سهله عمليه اهي، شفت ازاي؟ ما قطعتش اهي زي الفل اهي، حلوه. انا عايز المبتدئين في المطبخ اللي بيحبوا يقفوا في المطبخ، اللي بيحبوا يبتكروا، اللي بيحبوا يعملوا حاجات حلوه، ياخدوا المطبخ ببساطه وسهوله، كل حاجه هتبقى زي الفل. الخضار السوتيه اخباره ايه؟ نبص عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الكوسه مع الجزر، شايف الخضار بتاع الكوسه زي ما هو ليه؟ شفت الجمال؟ شفت الحلاوه دي كده؟ ده بقى احلى حاجه صحيه بصراحه، انا بعشق الخضار السوتيه ده كده يبرد شويه كده، وممكن ناخد مكعب زبده مع عليه زيت زيتون، ده اختياري يعني حسب الحاله الصحيه، مكعب زبده لو انا مش عامله دايت مع عليه زيت زيتون على البارد يبقى لطيفه وجميله، رشه ملح ورشه فلفل اهلا وسهلا. هنقدم معاها كينوا دلوقتي. ايه الكينوا يا عم الشيف؟ دي حبوب بيضة، في بيجي منها الابيض والاسود، مش اسود قوي يعني شبه حبيت العدس. فمعانا البيضة النهاردة هي زي الفل، هفضل حضراتكم هنا اهي زي الفل. دي الكينوا اتحطت في مية مغلية اتسلقت معانا بالشكل ده كده، دي الكينوا هنستخدمها دلوقتي مع الخضار السوتيه. فكرة استخدامها مع الخضار السوتيه، بعد الخضار السوتيه ما يتسلق بنحط فص توم بصلاية، دي الكينوا اهي لا تتسلق في مية مغلية، حلو قوي السؤال ده، بتتنقش في ميه، تتسلق في ميه مغليه زي الرز بالظبط، ده الكينوا اهي. تستخدمها بقى في اطباق السلطه، تحطها على التبوله، تبوله بالكينوا، فتوش بالكينوا، زي ما انت عايز اهي. الفكره كلها استخدامها لانها طبعا امنه ما فيهاش اي مشكله، وبدايل طبعا للرز والمكرونه والحاجات اللي هي الكربوهيدرات اللي احنا عارفين اهي، دي الكينوا. انا استخدمها دلوقتي مع الخضار السوتيه ومع التومه وبصلايه. هستأذن حضراتكم ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نهندب المطبخ بتاعنا ونشوف ازاي نقدم خضار سوتيه دايما محددين اقامته جنب فراخ مشويه او لحمه مشويه، انما هو لوحده ملك السفره وبطل السفره الكلام ده نشوفه بعد الفاصل، اوعوا تروحوا بعيد تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف ايه قصه الخضار السوتيه مع الكينوا. معايا طاسه شديده الحراره على النار، بنحط فيها فص توم حلو، فص التوم ده بياخد معلقه زيت زيتون، ده الطبيعي حلو. المطلوب هنا ان التوم ما ياخدش لون ولا يحمر عشان هيبوظ لك الخضار السوتيه، خلي بالك انت مش بتعملي فته، خلاص خلصنا الفته، التومه دي تتحمر كده بزيت زيتون ما تاخدش لون لغايه لما تدبل شويه، بس ادي الفكره كلها، فكره التومه مع الخضار السوتيه، تحميرها هيبوظ لك طعم الخضار السوتيه، خلي بالك. انا عايزها بس كده ايه تستوي شويه من غير ما تاخد لون، وهي على النار بنحط شويه زعتر
احنا بنعمل شويه خضار سوتيه دلوقتي. دايما الخضار السوتيه يقول لك ايه تعبان مش عارف عندك مشكله صحيه خضار سوتيه. لا النهارده احنا ناكل خضار سوتيه بطريقه سهله خالص. اهو ده الزعتر بتاعنا ينزل على التومه كده ادالها طعم. الكينوا بتاعتنا الحلوه ننزل بقى كمان كده اهو خد الطعم. يا اما تحطيها في ميه مغليه تنقعيها يا اما تسلقيها وما تسلقيهاش جامد. ادي الكينوا اهيت مع تومه وشويه زعتر. البهارات بتاعتنا شويه ملح وشويه فلفل. ممكن تتاكل على كده على فكره، تتحط جنب فراخ مشويه او لحمه مشويه بديل للرز زي ما انت عايزه. اهو شويه الفلفل عليها تمام، شويه الملح. اخبار السوتيه فين؟ ادي الخضار السوتيه بتاعنا نبص عليه كده. تعالى يا غالي عندك بقى بروكلي حبه خضار سوتيه ماشي، ارنبيط في الخضار السوتيه ماشي، ما تجيش عند الجزر والكوسه وبس. ناخد كده الخضار ده كده ينزل كده على الكينوا. الله. فكره والله يا شيف. نيجي بقى نتكلم عن القيمه الغذائيه بتاعه الطبق ده، لا تعد ولا تحصى زي ما انت عايزه. قولي الياف بروتين نشويات كربوهيدرات معادن كل حاجه موجوده. هاخد شويه شوربه، انت واخد على شوربه الكوارع دي شوربه خضار صحيه 100%. مخرج فاكر ان انا هجيب شوربه لحمه ولا شوربه كوارع. ادي شويه الشوربه اهي هي واحده عشان كينوا، وادي الثانيه وشكرا بس خلاص. ونشيل دي من هنا ونقلب الخضار بتاعنا ده كده مع الكينوا. الله والله فكره الطبق ده صحي. اللي عايز ياكل من ده على مسؤوليتي، مريض سكر مريض ضغط اي مشكله صحيه على مسؤوليتي. نجيب طبق التقديم كسروله ازاز لطيفه كده زي دي كده. الله معانا شويه السبانخ اللي محضرينهم من البدايه. اللهم صل على النبي. شفت الطبق الحلو ده كده؟ شفت الالوان بتاعته؟ تقدري تحطي بصل، عايزه تحطي فليفله ملونه حطي، بس انا حابب دايما الخضار السوتيه يبقى بشخصيته ده. الكوسه مع الجزر مع البطاطس. دورنا على بروكلي ملقناش، شويه السبانخ الحلوين بتوعنا بنزين بهم الطبق بشكل مطلوب. دي سبانخ، شفت الطبق ده كده؟ خد شكل تاني خالص. ممكن على فكره بدل السبانخ تحط هندباء. ايه الهندباء؟ نقطه من اول السطر اللي هو السريس بتاعنا بتاع الريف المصري والصعيد المصري. السريس اللي بيطلع مع البرسيم في الارض الطيبه. ده مفيد جدا بديل للسبانخ اذا انت حابه. ده الطبق بتاعي. لا بجد شويه الشوربه دول عايزهم انا، ما فرطش فيهم بتوع السبانخ زي الفل. ده الطبق بتاعنا. سهل مش مكلف، صحي 100%، قيمه غذائيه عاليه جدا. اي مشاكل صحيه معاه مفيش اي مشكله، ناكل منه امن باي كميه انت حباها. والله عايزه تجودي الموضوع حط معاه صدر فرخه مشوي، شريحه لحمه حمراء كده مشويه مفيش مشكله برضو، ده اختياري. هنقدم الطبق ده كده لمخرجنا عشان نخش على اللي بعده. حلو قوي. تعالوا مع بعض نعمل السيزر سلطة بطريقه جديده النهارده. وايه هي السيزر سلطة؟ السيزر سلطة دي حاجه لطيفه كده خاص، لازم ياخد الصوص بتاعه او الدريسنج بتاعها، بيكون في عمليه التبريد عشان السلطه دي لازم تكون ايه مبرده، يعني فيها عمليه تبريد عاليه جدا. خاص طالع من الثلاجه
والصوص طالع من التلاجة. ازاي الكلام ده هنشوفه مع بعض. طبق التقديم معانا خس كابوتشا، معانا خبز محمص في الفرن او توست زي ما انت حابه، موجود معانا اهو زي الفل. ناخد الخس ده كده. كابوتشا دايما يعني هي لازم تتغسل طبعا، ده اكيد. تقطعها ورق زي ما هي كده، ما بستخدمش فيها سكينه. كابوتشا السكينه ما تمشيش عليها. ليه يا عم الشيف؟ تتقطع بالايد كده، بتبقى لطيفه وجميله، لان هي ما هيش الخس البلدي. الخس البلدي مش موجود دلوقتي. او مش الموسم بتاعه يعني. دي الكابوتشا. وانت بتشتري الكابوتشا لازم طبعا تكون طازه زي دي كده. الخضروات الورقيه بالذات بتتغسل قبل التقطيع مش بعد التقطيع. تعملها في البيت دي لطيفه على فكره، ممكن تكون وجبه عشاء كفايه قوي على فكره، مفيش مشكله. مع علبه تونه انشوجه تمام زي الفل. التفاح الاخضر بتاعنا اخباره ايه؟ اهو باخد التفاحيه دي كده برضو بقدمها بشكل جديد. حلو. اخواننا الفرنسويين بيعملوا السلطه دي لطيفه كده، بيحطوا معاها عين جمل، بيجودوا يعني طبعا، يحطوا معاها اصابع البقسماط، حط معاها شرايح من الدجاج مشويه اهو. خس تفاح، عشان ليه تفاح اخضر؟ عشان يبان في قلب السلطه كده. انا بشيل القشره بتاعته دي علشان ايه؟ لو في اطفال اكلوا منها، كبار السن اكلوا منها. حلو. ممكن تحطي معاه شويه زبيب اختياري برضو. دي كلها افكار انا بديها لك، بس هي الفكره تبقى عندك ثابته ان السيزر صلات متنوعه. نعم يا غالي، ممكن والله عادي. خلي التفاح الاحمر مش هيقول لا، بس انا اخترت الاخضر عشان الالوان والتنسيق في قلب الطبق. انما لو حطينا تفاح احمر ابد، بالعكس هيبقى حلو ولطيف وانا بحبه اصلا. انا مش بحب الاخضر ده، بحس انه مزز. انما التفاح الاحمر فيه نسبه سكريات حلوه لطيفه وجميله، بدل ما اكل واحده باكل اتنين. اذواق بقى. ادي تفاح، نشيل ده كده من هنا. خلي بالك البذر لازم تخلصي منه. نيجي بقى للصوص بتاعنا. خلي التفاح، فص ثوم، زيت زيتون. هنعمله مع بعض ازاي واحنا واقفين كده سريعا. دي الصلصه الفرنسيه يسموها، سميها باسمك انت بقى. حلو. انا مش مقتنع بحاجات مسميات دي، اللي بيعمل حاجه تتنسب له على طول. ادي خلي التفاح، بتجيبي نوعيه جيده. في خلي بلسمك، ده سعره غالي شويه وحامض جدا. ده توم، زيت زيتون. حلو. رشه فلفل اسود صغيره، ممكن نحط مستردة اختياري. شفت الصلصه على طول بتاخد قوام. هو خلي التفاح بديل لعصير الليمون، حبه عصير ليمون ده اختياري برضو. شفت خدت قوام ازاي؟ برضو ادي شويه عصير ليمون، ده اختياري. اذا بتحب الحمضيات جامد جدا، ولكن نصيحه مني، هتاكلي حمضيات كتيره فيها خل وفيها عصير ليمون، ما تنزليش على معده فاضيه. يعني ما تبقيش ما فطرتيش ما اتغديتيش وتاكلي طبق سلطه فيه خل وليمون. في حمضيات على طول ومشاكل مع القولون، خلي بالك. لازم المعده تكون فيها اساسيات. يعني الصلصه دي يفضل ان احنا ناكلها بعد الخضار السوتيه. الصلصه دي جاهزه. الحاجات الصحيه دي مطلوبه. ننزل بقى هنا كده اهي، شفت الصلصه دي اهي، تنزل قبل التقديم مباشره. توم، خل،
زيت زيتون، عصير ليمون قبل التقديم مباشرة. الله على الصلصة. بنزينها بحاجات لطيفة كده. ادي توست المقرمش بتاعنا. اهو نعم حاضر اهو زي الفل. ما عندكيش العيش ده ممكن تجيب البقسماط. زي ما انت حابه، اهم حاجه يكون محمص عشان نحس بالقرمشه بتاعتها. ناخد دي كده نكسرها اهي بالشكل ده كده. سلطه هي لطيفه فيها كل حاجه برضه وصحيه 100% وحاجه تناسب خرجتنا بعد عيد الاضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بخير، وزحمه اللحمه والدهون والحاجات اللي احنا ايه شفناها في العيد. انا هطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. عايزين نعمل ايس كريم بالاخر، ايس كريم بالشوكولاته، ايس كريم بالفانيليا. شوكولاته كتير قوي على فكره، في شوكولاته غامقه اللون وفاتحه اللون. معايا شوكولاته غامقه اللون هنعملها النهارده ايس كريم بطريقه سهله وبسيطه للمبتدئين في المطبخ. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا مع بعض عملنا ايه. السيزر سلطه عجباني بجد. طبق يعني عايز بقى ايه انزل الوزن شويه، اقعد اسبوع بعد العيد كده اكل حاجات خفيفه. الكينوا يا شيف والخضار السوتيه برضو تقيل على المعده. ومقادير على الشاشه سيزر سلطه. ايه الصوره الحلوه دي؟ فيها خس كابوتشا. والله لو لقيت الخس البلدي تبقى انت احسن مني زي الفل. وعملناها بطريقه لطيفه، ممكن تحط صدر فرخه مشوي، حبايه علبه انشوجه ماشي تتحط عليها مفيش مشكله، علبه تونه اختياري. انا عاملها بصراحه من غير لا فراخ ولا تونه، اكتفيت بالتفاح الاخضر والخبز المحمص. وممكن تحط شويه عين جمل تبقى لطيفه. معانا عين جمل؟ معانا عين جمل، ممكن نحط عليها عين جمل، تستاهل والله. تبقى لطيفه وحلوه. وعلى فكره عين الجمل عليها هيزيد من شخصيتها ويزيد من قيمتها الغذائيه العاليه. زي الفل برضو، ده اختياري. عين الجمل على فكره يفضل يتحط من غير تحميص زي ما هو كده. شفت ازاي؟ تحس ان السلطه خدت شخصيه العمده او شيخ البلد. شفت ازاي؟ ده عين الجمل عليها اهوت برضو، بقينا زي سلطه المطبخ الفرنسي. ممكن تحط شويه زبيب اختياري. سلطه فيها كل حاجه على فكره. البروتين اللي موجود في المكسرات لطيف وجميل، بروتين امن. الهرم الغذائي خضروات، لحوم، نشويات، كربوهيدرات اللي هو البقوليات، الالبان، منتجات الالبان، والمكسرات كلنا عارفينها، اذا كان الفول السوداني او الكاجو او عين الجمل، كل ده. فمن ضمنها طبعا عين الجمل، يعني اوميجا 3، يعني لطيف وجميل على السلطه. تعالوا شوفوا مقادير الايس كريم بتاعنا اللطيف، الايس كريم بالشوكولاته. كريم شانتي ده الاساس بتاعه، حليب مركز اللي هو الكثافه بتاعته اللي هنشوفها دلوقتي، ومعانا صوص شوكولاته. احنا بنعمل دايما الايس كريم بالفواكه وبنعمله بكذا طعم. النهارده حبيت اعمله بالشوكولاته، وده مطلوب مننا من خلال السوشيال ميديا. ده الحليب المركز. ده اللي بيدي المطه او الشده بتاعت الايس كريم اللي انت بتشوفيها دي كده. مقادير على الشاشه. كريم شانتيه. كريم شانتيه ده اساسي. يا اما تجيبي منه الباودر وتعمليه بحليب مسلج يطلع معاكي بسرعه، يا اما في علب كريم شانتيه بتجيبيها مخفوقه بتضربيها في قلب الكبه او في قلب الخلاط بتطلع معاك على طول سريعه. اختياري، حط الفليفر اللي انت حباه، تحطي فانيليا، تحطي حبهان، تحطي قرفه ناعمه. كريم شانتيه عندك لونه ابيض، شكلي زي ما انت عايزه. لا تفكري ولا تحتاري. طيب ما اعرفش دي خدت عليه. تعالوا مع بعض نعمل ايس كريم بسرعه سريعه. اول حاجه بتجيب الدورق بتاعنا. الحاجات الاساسيات اللي موجوده معايا دي موجود معانا كل يوم. دورق بتاع الايس كريم اهو، بنحط فيه الكريم شانتيه. شفت القوام ده؟ حلو. طبعا الديب فريزر فض منه مكان كده حلو، علشان برضو الكريم شانتيه ده لازم تغطيه في الديب فريزر، عشان اكيد الديب فريزر فيه لحمه دلوقتي، انا متاكد. شايل حتتين اللحمه حلوين كده تعملهم الاسبوع الجاي. والله الحمد لله العادات المصريه موجوده ليوم الدين. لغايه دلوقتي تلاقي الباب بيخبط، ام بتسلم عليكي، بابا بيسلم عليكوا، لحمه العيد حتى لو كان نص كيلو، بس هي عاده ما تتقطع.
وعادي ما بيهمناش حاجة برضو احنا المصريين، نتجمع نذبح خروف نذبح عجل، الحاجات دي كانت موجودة وشفناها حاجات لطيفة وجميلة والحمد لله رب العالمين على نعمته. ده الكريم شانتيه جاهز اهو، حلو الكلام زي الفل. احط عليه الحليب المكثف على حسب الكمية، عندي الشوكولاتة بتاعتي اهي، شفت الشوكولاتة دي كده، بص 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 الشوكولاتة ساحت اهي اهي نزلت، كل دول مع بعضيهم تمام يا عم الشيف، في قلب الخلاط، وايس كريم بالشوكولا ليه نشتريه؟ الصوت تمام هي الفكره ان احنا بنخلط براحه خالص، علشان احنا مش بنخلط فواكه، لا ده شوكولاته والشوكولاته مع كريم شانتيه براحه خالص. الفكره كلها انت ممكن تعملها بالمضرب عادي، بس انا بعودك على حاجه، انك تبقي واقفه في المطبخ كده عندك ايه ثقه في نفسك، بتعملي الحاجه بطريقه ايه لطيف. شفت اللون ده كده طعم الشوكولاته فيه احسن من بره مليون مره بس خلاص تمام كده، شفت حتى شفت نازل ازاي طبعا يمر بمرحله تجميد تانيه، يمر يخش الديب فريزر يخش عادي انت بقى حطها في الثلاجه شويه، بس ممكن تعملي حاجه لطيفه برضو، بتجيبي التوزبيكس او تجيبي الخله بتاعه المشويات، او في حاجات بتتباع كده في الناس بتوع التغليف الخشب ده، وتحبي لي الايس كريم اللي بتشوفيه ده عامل زي المصاصه، يبقى لطيف وجميل برضو، تحطها على ورقه زبده وتدخلها الديب فريزر تبقى لطيفه وجميله، اختياري وهنعملها لكم ان شاء الله، بس دي بتبقى محتاجه لتبريد قوي قوي قوي. ادي الايس كريم وخلص الايس كريم، عايزه تحطي بسكويت بالشوكولاته حطي، عايزه تحطي صوص شوكولاته حطي معانا صوص شوكولاته اهوت، عايزه تحطي شويه مكسرات عادي بندق، شفت الحلاوه دي كده، بص على الحلاوه، بص 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 شوف نازل الايس كريم عامل ازاي اهوت كمان وحاجات حلوه في الصيف على فكره، الحاجات الجميله اللي بتهدي روعه الحر بقى تمام. والله فكره يا شيف، مكلف؟ لا مش مكلف، روحي انت جيبي واحده ايس كريم شوكولاته بقى من بره، ممكن على فكره الاولاد اذا بيحبوا البسكويت تكسري بسكويت بالشوكولاته وتحطيه عليه، له اسم كده مش عايز اقوله، ده بتكسريه وتحطيه على الوش بيبقى لونه غامق ولطيف. احنا معانا صوص شوكولاته اهوت عادي، ما تقلقش هينزل معانا الحمد لله ده اختياري برضه مش انت بروح تشتري ايس كريم يقول لك عايز صوصات زياده، عايز توابع او عايز اضافه مكسرات او صوص شوكولاته اختياري اهو زي الفل، مش حرمنكم من حاجه. قدرنا السفرة بتاعتنا تكون متنوعة فيها حاجات مختلفة. حاضر يا باشا، عينيا تحب انت المكسرات القرشة بتاعت الايه؟ حاضر دي مكسرات اهيت، شفت الجو ده كده عايز انت كده، انا عارف ممكن تحط فول سوداني على فكرة، ده عين جمل عشان بحبك. حلو، حلقتنا النهاردة ببساطة سهولة مرونة، عملنا السفرة بتاعتنا بسيطة، لو اتكلمنا عن القيمة الغذائية موجودة، اتكلمنا عن التكلفة مفيش تكلفة، اتكلمنا عن المطبخ الصحي مطبخ صحي 100% ولكن بنسبة كام؟ بنسبة 90% كنترول أو تنسيق مرحلة أولى ممتازة كمان. خضار سوتيه عملناه بالكنوة معاه سبانخ لطيفة وجميلة يعني حديد، وعملنا سيزر سلاط بطريقة جديدة قدمنا معاها عين الجمل، وعملنا شوية آيس كريم لطاف وجمال، شغل بيتي لطيف وجميل على فكرة، أنا من هواة اللي يتعمل آيس كريم في البيت، بطيخ عملناه، نعمل شمام، نعمل فراولة، كل أنواع الفاكهة اللي أنت حماه اللي أنت حباه، حتى الكيوة عملناه كمان آيس كريم. عملنا النهاردة ده بالشوكولاتة بناء على رغبة السادة المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا من خلال السوشيال ميديا، لأن أنا في الأجازة للأمانة
قاعد في البيت، ما رحتش لهنا ولا هنا، بس كنت بتابع حبايبي ومشاهدينا اللي بيتابعوني وبيحبوني من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية وبرنامج أكلة أمي وصفحة أكلة أمي والصفحة بتاعتي، وأتابع وأشوف طلبات حضراتكم إيه. وانتظروا مننا إن شاء الله في الأيام اللي جاية كل طلباتكم اللي انتوا طلبتوها هنعملها لكم بإذن الله في حلقات متفرقة بإذن الله على مدار الأسبوع، إذا كان أكل صحي أو أكل أو حاجات من المطابخ العالمية. رؤية فن، وحشكم الكلام ده، رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.